إذن فضيلة الشيخ، حرمات الله وتعظيم هذه الحرمات، هل هي تشمل أيضا حفظكم الله الأنبياء والصالحين وأيضا بعض الأماكن المقدسة وكذلك القرآن الكريم والأحاديث والسنن النبوية التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حرمات الله جل وعلا كل ما حرم الله عز وجل من الأقوال والأعمال ومن المشاعر المعظمة في الحرم، من عرفة ومزدلفة ومنى والمسجد الحرام، وأعظم ذلك بيت الله الكعبة المشرفة. المسلم يعظم هذه الأماكن بمعنى أنه يعرف قدرها ويطيع الله فيها ولا يعصي الله فيها. نعم نعم، بارك الله فيكم. وكذلك نعم، الأنبياء وأولياء الله الصالحون يحترمهم أيضا، لأن لهم حرمة ولهم قدر عند الله عز وجل. وفي الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فهو محارب لله عز وجل. نعم.